السلام عليكم، راح نبلش شرح سلسلة دايناميك أونلاين. هي حل أسئلة صناعات الأونلاين سؤال سؤال، كل سؤال فيديو. نبتدأ بالسؤال رقم واحد. طبعا راح نشرح أفكار مش حل تفصيلي، يعني إنه أفكار الأونلاين كانت أصعب شوي من أفكار أصعب من أفكار اللي بالأسئلة واللي بالتوسية واللي بالكتاب وهكذا. مش صعبة لكن أصعب شوي، مش صعبة بتنفع. نجي للسؤال الأول. مثلا طبعا عندي كثير أسئلة، 76 سؤال. هذول من أول 76 سؤال مل اللي بالدوسية مشروحين، أو يعني حلهم بسيط جدا زي هيك. هذول الأسئلة طبعا مشروحين ماكسيمم هايت كذا. نبلش بالأسئلة الصعبة اللي مصورها من الفيديو. راح نبلش، كل سؤال راح يكون بفيديو. شايفين الأسئلة؟ كل سؤال بفيديو بإذن الله. الأول سؤال، السؤال قبل الفاينل مرة، لي بلوك بي موفينج داون وذ فيلوسيتي في بي، بي تحرك لتحت، تاز اكسلريشن اي بي، اكيد يعني سرعه وتسارع. يقول لي اوجد تسارع على اي وبي، اوجد تسارع وسرعه اي مثلا. شو بعمل انا؟ بكرات هاي صح؟ بكرات، يعني في عندي معادله حبل، عندي معادله حبل. شو معادله الحبل؟ توجد طول الحبل، طول الحبل هو هاف. تمام، يلا قديش طول الحبل؟ انا مش معطيني طول الحبل، طول الوتر جاهز، طول الوتر هذا وتر لمثلث. قديش حكي لي هاي؟ حكي لي انه هاي اس اي، وهي قديش حكي لي انها اتش. تمام، فايش معناها؟ طبعا الاتش اذا بتلاحظ انها ثابته، المسافه من الارض للبكره ثابته، بس شو اللي بتغير عندي؟ اس اي. ليش؟ لو انا هاي البلوكه دفشتها لتحت، فهاي البلوكه راح تكون لهون، فبالتالي الاس بتتغير بس الاتش ثابت، الاتش ثابته. فبالتالي طول الوتر، طول الوتر، طول الحبل، طول الحبل ال، شو بده يساوي؟ بده يساوي الجذر التربيعي ل اس اي تربيع زائد اتش تربيع. تمام، زائد طول الحبل الثاني اللي هو زائد اس بي. تمام، هي المسافه من هون مثلا لهون، هاي هي اس بي. تمام، هيك انا وجدت طول، طول الحبل، اوجد طول الحبل. بدي السرعه، احنا نعرف السرعه نشتق، اشتق المسافه، اشتق المسافه، اشتق ال، اشتقاقها زيرو. جذر التربيع هسه هون هاي مشكله الاشياء المائله، اشتقاقات بدك ترجع للرياضيات. هسه مشتقه الجذر التربيعي هي مشتقه ما داخل القوس على اثنين في القوس نفسه، اللي هي مثلا اس اي كل تربيع زائد اتش قوه نص. فايش مشتقتها؟ بنزل النص، بحكي مشتقة القوس نفسه، يعني في ايش؟ في المشتقة اللي جوا اثنين اس اي، بس الاتش ثابت فمشتقته صفر، يعني زائد صفر على ايش؟ على الجذر التربيعي نفسه اللي هي هاي. نقص منها واحد المشتقة، لما احكي اكس تربيع شو مشتقته؟ مشتقته 2x، يعني نقصت من الأس واحد اللي هي إياها لقاعدة السلسلة. افرض إني أنا مش شاطر بالاشتقاق، أنت اشتقها. تمام، اشتقيتها، بس أنا اشتقيتها صح؟ صح، يعني هاي زي ما أنا كتبت قبل شوي 2 اس اي، بس إيش أنا هسه اس اي هسه اشتقيتها اس دوت اللي هي في اي، يعني في اي اس دوت هي في اي او في اس دبل دوت هي في بي او اكس، فهون زائد ايش؟ اس دوت، يعني ايش؟ في بي، يعني هيك انا بجد السرعه بي طبعا عامل المشتقه هاي. تمام، فهيك انا ايش معي؟ كل مثل معي اس اي، هو اصلا ايش طالب؟ هو طالب سرعه اي، فأنا معي سرعة بي. السؤال مو حكي لا بتمشي بسرعة بي، كل مثلا معطيني الاس اي معطيني الاتش او اوجد المعادلة. يعني انا هذا السؤال محلول بدلالة رموز، بس انا ايش بحله؟ بكون بالامتحان بكون معطيني ارقام. تمام، فهي اشتقت المعادلة زيرو تساوي اس دوت، هي اس بي دوت زائد نص الجذر التربيعي على اس، هي قوة سالب نفس ما اشتقيتها انا، نفس ما اشتقيتها انا، فبيحكي لي انه في اي بتساوي كذا، هي بس عوض بالمعادله. تمام، هسه شو بدي اعمل؟ بدي اوجد الاي، بدي اوجد الاي اي، كيف بدي اعمل؟
اشتق معادلة الصورة مرة ثانية، يعني زي لما كنا نحكي اكس اي زائد اكس بي تساوي كي، فايش المشتقة؟ اكس دوت اي زائد اكس دوت بي بيساوي زيرو، اس دوت يعني في اي واي في بي نفس الاشي. هسه المعادلة نفس اللي انا كتبتها اللي كانت زيرو تساوي اس دوت بي زائد اثنين اس اي في اس اي دوت، على اثنين في الجذر التربيعي اس تربيع زائد اتش تربيع. بس شو بعمل؟ هاي بتساوي زيرو حكينا، بس بشتق هاي كمان مرة، هون الاشتقاق زينخ بس على مقام. ف يعني هون انا بحكي لك ارجع رياضيات، يعني هون انا ما بقدر اشرح لك كيف الاشتقاق صار. ايوه هو رتب المعادلة مشان يصير اشتقاق سهل، قال لك انه الفي اي تساوي مثلا سالب في بي في كذا، فهاي لما اشتقها هاي في اي بتصير اي اي. الفي بي مثلا حاصل مشتق الضرب اقترانين، فبدها تكون مثلا في بي في بي في الاقتران هذا، فمشتقته في الرقم نفسه بعدين شو بعمل؟ زائد نفس الرقم في بي في مشتقة اللي جوا، اشتق هذا اللي جوا، هاي هاي اشتقاق، هذا اشتقاقه، فبالنهاية بيطلع تساره اي هيك وفي اي هيك. فبالامتحان الاونلاين، الامتحان الاونلاين شو كان طالب؟ كان طالب نماذج طالب السرعة ونماذج طالب التسارع، إذا الاتش تساوي كذا والاس اي تساوي كذا الاس دوت تساوي كذا أو الاس بي دوت تساوي كذا، فأنت لازم تكون عارف تشتق رياضيات، ولا هو كفكرة سهلة خلص طول الوتر واشتق. هيك بكون أول فيديو انتهى، راح تكون إن شاء الله فيديوهات قصيرة كل فيديو دقيقتين عشان ما تمل، ونشرح كل الأفكار بإذن الله. يعطيكم العافية.